السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا بألف عن نت ذات صوت واحدة بتجاهد في سوريا، تمام؟ فالمنظر نفسه شدني، فلقيت نفسي بقول شوية كلام كده، بقول: كل الجميلة وقد حملت بندقية القنص، أليس في القاهرة رجال ولا في حمص؟ شغلنا عن الجهاد زراعة الأرض والحرث، وشغلنا عن الزراعة الضحك والهقص. يا أمة أرقعت الروم والفرس، والآن تجلس أمام التلفاز في حبسي، وتترك النساء يدافعن عن قدسي. أختاه إني أفتوك بحرمة حمل البندقية للنساء، فأعطيهم بندقياتك هدية، وقولي لهم: خذوها وصدوا عنا المنية، واعطوني بدل هديتي حرية. أختاه ماذا قد أقول، وقد عصيت الرسول، ولم أنفر لجهاد المغول. شغلنا عنكم الأيباد والمحمول. أختاه عذرا نفديكم بالدم، فدماكم وعرضكم لنا حرمي، ولكن بعد مباراة كرة القدم، وإن فاز الأهلي أو خسر، سيسير دمنا كالحمم، لكننا لن ننساكم، سنرد بما آتاكم، وندعو ربنا يرعاكم. أخوكم عمر حسين.